الحلال حلال والحرام حرام والمسألة واضحة. حينما تسألني امرأة أو فتاة، امرأة متزوجة بتقول أنا متجوزة أو صاحبتي متزوجة وكارهة جوزها ومش عايزة أكمل معاه، ماشي مع حضرتك اتفضلي اخلعي. عندك قانون يبيح للمرأة الخلع، حلال ليس حراما، اتفضلي ارفعي على قضية طلاق للضرر. لكن الشق الآخر من السؤال، ممكن تعمل حاجة من وراه؟ يعني تمشي مع حد تاني وتعمل حاجة من وراه؟ يعني ايه تعمل حاجة من وراه؟ انا مش فاهم، انت متجوزة، بينك وبين زوجك ميثاق غليظ، صحيح، تعملي حاجة من وراه يعني ايه؟ تقابلي واحد من وراه؟ مينفعش. طيب تكلمي واحد من وراه؟ دي خيانة، مينفعش. طب تمشي مع واحد من وراه يعني علاقات اخرى محرمة؟ ده اجرام. ده فساد. ده زنا. فبالتالي هقعد اقول ده زنا واضحك واتبسم واقول والله لا 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 ما ينفعش، ازاي حرام اكون كيوت كده؟ لا والله ده حرام. لا والله ايه ده بقى، ده اسمه ايه ده؟ ده ما ينفعش. لازما في موضع اللين اكون لينا، في موضع الحزم يجب ان اكون حازما. وضربت لك المثال بالصديق رضي الله عنه وارضاه. فيا جماعه، حدود ربنا سبحانه وتعالى ينبغي ان نقف عندها. حدود ربنا، ربنا قال في القرآن تلك حدود الله. نعمل ايه بالحدود؟ نضيعها؟ لا يمكن. ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. مينفعش امام الزنا واقول كده يبقى رد مايع، اسف، يبقى الدين كده اصابه ميوعة، يبقى هذه الأمانة أنا لم أؤديها في الوجه الأكمل. فينبغي أن أكون شديدا قويا في موضع الشدة دون خطأ، يعني ودون أن نقلل يعني من قيمة إنسان. الشدة واللين فضلت الدكتور طبقا للحالة، فهي مسألة نسبية. بالضبط. يعني لو جات لك امرأة أخرى وقالت لك أنا فعلت كذا ولكني نادمة، ولكني أنا مش عارفة أتوب إزاي، دي بقى ينبغي نحن نقولها كلام يشبر خاطرها. ونشد بيدها ونقول لها استقيمي إلى الله وتوبي إلي واندمي على ما فعلت ولا تعودي أبدا إلى هذا الذنب، ورحمة الله تعالى بك أوسع. وهكذا يبقى في فارق وبين فارق. الأخرى تقول يعني ممكن تمشي بتستأذن، لو أنني أرخيت لها الستر أو أرخيت لها الحبل. طب انا مضطره اقول لك على حاجه جات لنا بعد الحلقه مباشره. ويمكن ساعتها قلت هي دي بقى اللي كانت عايزه الدكتور عصام. يعني هي حد بيقول ان صاحبتها برضو تعرف حد ولكنها لا تريد التطليق، مش عايزه تطلق وعايزه تفضل الحال كده. فهي كانها، انا مش هقول انا بس، ولا يعني انا قلت بالمعنى اللي هو ربنا الهمني بيه من طريق مش شيخ ولا حاجه، ولكن هي مصره على الذنب، هي آثمه ومصره على الاسم. يعني هي عايزه تفضل تعرف ده ومتجوزه حفاظا على البروتوكول الاجتماعي، انها انسانه متزوجه وحياتها مستقره وشانها امام الاهل شان جميل وعظيم، وتحافظ على بيتها، وفي نفس الان تكون زانيه. ايوه يعني هدايه بتفكرني بقيه السؤال. بتقول لان هي قالت ان هي علشان الولاد، وهو بيصرف على الولاد وهو بيحب الاولاد، فمش عايزه تهدم البيت. يعني منطق غريب جدا. هو للاسف يعني هذا اقول عنه بانه من باب تلبيس ابليس. دي اتباع لخطوات الشيطان تماما. صحيح. للاسف يعني لو فكرنا في الحديث الصحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني الرجل الزاني أو المرأة الزانية، كل منهما حينما يزني لا يمكن أبدا أن يكون مؤمنا. ولذلك ربنا بيقول في القرآن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ولكن إن إلى أن تاب، لو تابوا. لا اسمعيني حضرتك. اسمعيني. يعني ساعة الفعل نفسه هنا ينتفي عنه الإيمان. صحيح صحيح. فلما أي إنسان، رجل كان أو امرأة، يصر على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، انتهكوها جريمة من الجرائم، زنا، فاحشة. ربنا قال في القرآن ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا. لو ربنا قال ولا تزنوا، معنى ذلك أن يعني إيه؟ يعني ممكن الأمور التي تؤدي إلى الزنا لا يعني تقربوا حتى، ولا يعني تقربوا. يعني مجرد التفكير في الزنا مفسدة. مجرد الإتيان بمقدمات الزنا عبث ومفسدة وانتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى. فما بالنا بمن كشف عرضا في الحرام؟ فما بالنا بالمرأة التي استمرأت
هذا الفعل الشنيع، وإذا بها تخون الله وتخون رسول الله وتخون دين الله وتخون زوجها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هي زوجة بينها وبين زوجها ميثاق غليظ، مودة ورحمة. هي حينما تخونه يعني للأسف أعاذنا الله وإياك مفسدة كبيرة جدا. صحيح. ثم هي سؤالي يا أستاذة وفاء، هي بتقول في السؤال زي ما قالت لحضرتك إن هي يعني خايفة إن البيت يضيع وخايفة على مستقبل الأولاد. يعني حضرتك عندك إنسانية، يعني حضرتك عندك إنسانية، إنسانيتك إنك خايفة على أولادك، إنك إنسانة حنونة. لا ما أعتقدش إنها إنسانية. جميل. هي معتقد تكون نظرت وقتها للإنفاق يعني، وده معلش برضو شيء من الخسة يعني. هي ان انت يعني بتخادعي هذا الرجل الذي اتمنك على بيتك واولادك، في حين ان انت عايزه بس تاخدي منه الفلوس وتكوني مع حد تاني. لا انفصلي يعني، انا يعني اطلبي الطلاق ويغني كل الله ومن ساعته بقى يعني. الله يوسع عليك. شوف حضرتك على الاصبع كما يلي، مثل هذه الحاله او هذه المراه او على من شاكلتها أتوجه إليهن بهذه الكلمات. أولا أي امرأة تفعل هذا الفعل هي امرأة فاسدة مفسدة. صحيح. ثانيا هي مجرمة. لأن ربنا قال في القرآن أفنجعل المسلمين كالمجرمين. تقولي لي يعني إيه مجرم في الشريعة الإسلامية؟ طب في القانون عارفين المجرم اللي هو بيخترق القانون أو يتعدى القانون، وفي الشريعة ربنا قال كده أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أي إنسان يتعدى حد من حدود الله فهو مجرم. مجرم بنص القرآن الكريم. نعم. فده هذا إفساد وهذا إجرام، وفي نفس الآن هذا زنا. زنا، ضعوا هذه الكلمة أمام أعينكم. لأن كلمة الزنا الآن إحنا في 2022 وخلاص كل حاجة بتتغير. فحتى المصطلحات بدأنا نغيرها. الزنا عادي، في بعض الناس ممكن يعتقد إن الزنا ده يعني ذنب يعني تقيل حبتين، يعني غيروها من كبيرة لذنب. يعني هي كبيرة من الكبائر حبتين. وفي بعض الناس أو الشباب يقول لك طب أنا مضطر إلى ذلك، أنا هعمل إيه؟ غلاء المهور وغلاء المعيشة، وأنا شايف النماذج الموجودة قدامي، فلان صاحبي يجوز وطلقها أو هي خلعته وخدت منه الأولاد والحياة مرة. لا 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 لا، أنا مش هتجوز، خليني زي ما أنا وأنا شاب، وبالتالي انا مضطر ان لازم تكون في واحده موجوده معايا. فيقول لك انا اعمل، انا مضطر الى ذلك. فيقول لك هو ذنب لكن يعني انا برضو مش متجوز، انا هتوب بعد كده. انا هتوب بعد كده ممكن. ده حضرتك اسمه استخفاف. ايوه، بجلال ربنا سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. يا جماعه الحلال بين والحرام بين، الزنا زنا والاجرام اجرام والفسوق فسوق والمعصيه معصيه.